اول طلب نجيب الفيرست نيم واللاست نيم من تيبل نورث ويند مرتب حسب اللاست نيم. هي مثل السوبر ماركت، هون هي الفواتير، هون هن الموظفين اللي باعوني، هون هن الكاستمر اللي اشتروا. هي تفاصيل الفاتورة كانت نحن مجزء حاطينها بتابل واحد، صارت تابلين. هون البرودكت نفس التابل اللي عندنا كان، والأنواع نفس التابل، وعندي تابل سبلاير اللي هن الموزعين. ما؟ طيب. فأول واحد جيب لي first name and last name sorted by last name. فهي كتير سهل، select first name, first name, last name from employees sort by order by last name. تمام. تعالوا بس نعمل هيك مثل تحماية، نعملها أول واحدة. هقال له على النورث ويند أنا عم بكتب هلا، هقال له select first name. أول شيء هقال له نجمة from employees. هلا هقال له first name فاصلة last name. فإذا عملت له هلأ execute هجيب لي ياهم، راح فيها بس 9 زباين، فيها عندي بس 9 موظفين بالشركة. هلا بقول له order by last name، هيرتب لي ياهم حسب last name. F5 فطلعوا الموظفين. نايس. طيب جيبوا لي كل أسماء first name واللاست نيم للأشخاص يبلشوا بحرف الام. أنا عملنا order by الأشخاص يبلشوا بحرف الام. هون شوفي عندي أنا مارجنت وميشيل، فلازم أكتب شرط where اللي هو مثلاً where first name. ما بدي أقول له equal، إذا قلت له equal m ها شو بقول له like وبقول له like هو شو، بقول له m بعدين شارك percentage. شارت برسنتج يعني شو ما كان بعده. فعمل ران ومجاب لي ميشيل ومارجت. هاي لايك ام يعني يبدأ بحرف الام. اعمل له هيك وقول له انا بدي يكون بقلبه حرف اليو. فلحت يكون بقلبه حرف اليو اللي هي لورا، بقول له شو ما كان حرف اليو بعدين شو ما كان. بقول له F5 وبتطلع لورا. شايفين هاي اللايك؟ ايه بصير. اذا بأولها بتقيمي الاشارة البرسنتج تمام وتحطي حرف الام. تعملي ران. فقال لك ام بعدين شو ما كان. هلا وانتي له لايك ام ما مشي الحال. لايك ام بعدين شغله. هلا اذا قلت لك لايك ام وبينتهي بحرف التي، يبلش حرف الام وبينتهي بحرف التي. ام برسنتج بعدين تي، هم يطلع لي انا مارجن. شايف كيف؟ اذا هو بروح بيحاول يطبق، لما تقول له هي البرسنتج يصير بيحاول يطبق يشوف انه انا شو فيني حط بداله احرف. إذا قلت لك يبلش بحرف الام ويكون فيه حرف الاي، بقول لك ام شو ما كان حرف الاي شو ما كان. فالمهم يبلش بحرف الام ويكون بقلبه حرف الاي. فهذول الاثنين فيهم قلبهم حرف الاي. بعمل ران، بعمل ران بيطلعوا. إذا قلت له حرف الجي أو حرف السي بيطلع بس ميشيل. ماشي؟ نايس؟ حلو؟ طيب. هلا بدنا ندخل اكثر من تيبل ونعمل فيها كمان اكثر من جون عشان نحن بقى نتدرب كالعاده على الاس كيو ال وهي التفاصيل. هلا فانا اول شغله حاطلبها منك اسم القطعه صاحبه اغلى سعر. تمام؟ يعني عندك تابل البرودكت، عندك تابل البرودكت، جيب لي أغلى سعر. وينك
تابل للبرودكت. دخل تابل للبرودكت في عندي شيء اسمه يونت برايس، تجيب لي الاسم صاحبة اغلى سعر. قل له select max unit price from products max the unit price from product. بعمل run طلع الرقم. هات طلع معي. هلا بجيب القطعة اللي هيك سعرها وبقول له select هلو نجمة from product products، بعدين بقول له product name from products where the unit price equal شو 2.63.50. بعمل run عم جيب لي اسم القطعة. طالع اسمه شو بلغة غير الانجليزي، بس الفكرة انه انا بدل هذا راح جابت لي رقم وهذا هو الرقم، فبروح ببدله بقيم هاي بيساوي وبحط بداله هذا الرقم. ذكرته بس شو بعمل؟ بحطه بين قوسين. هلا بيجي بعمل ران بتطلع معي نتيجة عدد القطع المباعة من كل قطعة، بس تطلع لي اسم القطعة وكم مرة انباعت، اسم القطعة وكم مرة انباعت. وبالتالي بدك تستخدم البرودكت نيم، بدك تستخدم الاوردر ديتيل، هدول الاثنين سوا، وتشوف الكوانتيتي اللي هون كاونت للكوانتيتي. تمام؟ طلع لي اسماء القطع وكل وحده جنبها قديش انباعت، كم مره انباعت. فلحتى اجيب اسماء القطع واسم كل قطعه قد كم مره انباعت، حقول له select هلا هلو نجمة from products فاصلة order details. هلا بتحط متى عملت join فورا انت تذكر انك تكتب بعده شرط الجون فورا، لا تستنى اول جون فورا اكتب شرط الجون بعدين شوف بدك تضيف and او شيء. ايوه where products هلا اذا انت product id equal product id شو حيصير؟ conflict انه اثنين نفس الاسم، فشو بدي اعرف شو بدي اعمل جوين مين هي ومين هي. فبقول له مثلا product ids dot product id يساوي order detail dot product id. هلا صار الحكي واضح. هلا اذا هيك انا عملت جوين بين كل التيبل. هلا انا عندي هذا يونت مو يونت برايس، عندي الكوانتيتي الكوانتيتي انه كل قطعه كم مره انباعت. اللي في زبون اشتراها 20 مره فاتوره واحده، تمام؟ في زبون اشتراها 10 مرات وهكذا، وبالتالي لازم اعمل سم للكوانتيتي. هذا الكوانتيتي ما له موجوده بالتيبلين، وبالتالي ما في داعي انا احط قبل اسم التيبل. هلا بقول له هون product name product name product name فاصلة sum. هلا group by من دون هي من دون group by ما تشتغل، لأن أنا بعمل sum شو هو aggregate function، وبالتالي بدي أنا أقول له group by اللي هو البرودكت name. بعمل run شفت كل قطعه قديش اسمها، طبعا لحتى اطلع انا انه هي ما تضل من دون انه كان من نيم، بقول له as مثلا total اي شيء. بعمل run طلع اسم هالقطعه انباعت 800 مره، اسم هالقطعه انباعت 600 مره، تمام؟ اسم هالقطعه انباعت 200 700. هلا اذا بتفرج لهي هي 1000 هي 1010 هي 1100 شلون؟ مو مشكلة حتى طلع ترتيب غير مهم، طلع نتائج نفسها حتى نضمن ترتيب واحد. بقول له مثلا order by
برودكت نيم مثلا. فهيك بضمن يكون نفس الترتيب او اوردر باي توتال. عشان رتبه من الاصغر للاكبر، فحلاحظ انه اكبر اغلى اكثر قطعه، اكثر قطعه انباعت هي الكامبيمنت ميروت، يلي هو المهم هي اسم البرودكت اللي انباع اكثر مره. هلا شو حقلها؟ جيب لي اسم البرودكت يلي انباع اكثر مره، يعني جيب لي هاد بس. ايش اليوم هلا شو نعمل؟ بدنا نجيب اسم اكثر قطعه تم بيعها. اسم اغلى قطعه تم بيعها. لما فس الكويري اللي قبلها، هاي الكويري اللي قبلها شو قال لي؟ هاي اغلى قطعه بياخذ الوقت. ها طيب، هلا اذا قلت له، هاي الكويري حنسخها عشان ما عندي عليها واطلع لفوق، واذا قلت له لهي ماكس شو بيصير؟ برن خطا، عم عمل ماكس على الصام. كيف فيني اتجاوز هذا وجيب الماكس؟ بعد عملت صام وهي هيك طلعت ماشي. اعتبر هي تيبل، هي اعتبرها تيبل، هي مو تيبل، هي تيبل، وبالتالي هي اعتبرها تيبل. حطها هيك بين قوسين وقول له as a مثلا، وقول له select max من التوتال from هي التابل. فانا عملت هيك، عملت run select max from هي التابل. ما في داعي للاوردر واي، عمل لي run جاب لي الرقم. كان لازم يجيب الاوردر باي لانه ما لزوم. هلا جبت الماكس اللي هو رقم، هلا برجع منفذ نفسه لهي وبقول له هافينج. هلا هو برقم هو قديش؟ حلو، فيني اقول له انا فورا بشكل مباشر هي نفذها ام جابها؟ قول له جيب لي اللي رقم 577 اللي هي هي، هي هي فوراً ايه؟ بقول له having some، حط شرط على الجروب باي، بقول له having some equal 1577. فنفس الكويري اللي سويناها قبل شوي، بس بقول له having 1577 رام جاب لي اياها. فيني بالمقابل قيم الصم ونفذ جاب لي اياها، مو استوتال طبعا، برودكت نيم جاب لي. هلا بس بدا 1577 حط هاي اللي نفذتها قبل شوي، بس هاي نفذتها قبل شوي شو لازم اعمل؟ حطها بين قوسين ماشي، حطيتها بين قوسين، طلعت فيها لفوق، عملت لها هيك تاب، قمت يساوي 1577 ورحت نفذتها هاي كلياتها. قلت له ران جابت نتيجة. شو؟ تشبه نفس هذول اللي احنا عم ننفذهم. بس هي على الأوسع. أيوة. كل واحد تجربه. تمام. فأنا بدي ضل عم دربكم على هاي النقاط لحتى أنت شلون خلاص تصير أنت هي نسبة لك سلاسي. هلا هيك حيكون امتحان، هيك أسئلة. أسئلة ما لأنه فظيعة حلينا مثلها، بس بدك طبعا هي التابل الجديدة. شايفتي؟ إنه بدك تعمل كويت، بس أنا جبلك إياها فورن هيك. ليك هلا أول شي شو قلت لك؟ قلت لك أسماء القطع اللي وكم مرة بيعت، بعدين قلت لك اسم أكثر قطعة بيعت. فهون شو صار؟ عملت لك إيه؟ مهدت لك هونيك فورا، مطلش لك هيك
لك اسم اكثر قطعه تم بيعها. بدك تكتب اول وحده بعدين جيب ثاني وحده بعدين جيب ثالث وحده. عرفت كيف؟ ليك هي اللي هون كم كويري. هي الكويري الاولى، هي الكويري الاولى. فوق في كويري تساوي كويري. فهي فيها ثلاثة كويريز. ثلاثة سب كويري. أنت بدك تستنتجهم. ماشي؟ نتدرب على واحدة كمان؟ طيب. جبنا بالله بعد إذنك إيماك من هذا الشرط. جيب لي هلا اسم القطع والأرباح المجنية منهم. فعندي بالاوردر اي الاوردر ديتيل شو عندي؟ يونت برايس، شو عندي كمان؟ كوانتيتي، وعندي برودكت نيم. قبل شوي هلا عملناها، جبناها هلا قبل شوي. اسماء قطع وكم مره بيعت. هلا هي الكم مره بيعت اضربها بسعر هي القطعه بيطلع معك قديش ارباح المجنيه منها. تمام؟ نفسها اللي حلينا اسم قطع وكم مرة بيعات، نفسها بس اضربها باليونت برايس، اسم القطع والارباح المجنية منها. هلا اسم القطع وكم مرة بيعات بيجي بنسخها وبنفذها. جاب لي كل قطعة كم مرة انباعت، كل قطعة كم مرة انباعت. ماشي؟ هلا بس انا بيكفيني اني اضربها باليونت برايس. بس ليك هون في يونت برايس وهون كمان في يونت برايس، بيعمل كونفليكت، بيقول لك امبيجوس. اذا بقول له فورا ضرب اليونت برايس بيقول لي انه شو انا وحده بدك؟ بقول له انا حنقي البرودكت، برودكت دوت يونت برايس. تمام. هلا اذا بنفذ شو بصير؟ ما بتنفذ، لانه كل شيء لازم يكون بالسلات، لازم كمان يكون بالجروب ما دام في اجريجيت. شايف كيف؟ طب ما بعمل انا جروب باي كوانتيتي، جروب باي برودكت نيم، بعدين يونت برايس عشان تدخل بالتنفيذ. هلا بقول له رن، فجاب لي كل قطعه وكل قطعه كم مره انباعت، وقديش سعرها؟ مضروب بسعرها. شايف كيف؟ وانا فيني اقول له هيك كمان، هي as total وهي as sum فاصلة، وجيب الـ unit price وجيب السم عشان ارجيك اياها. بعمل run فقال لك 138 ضرب 12 بيطلع، 700 ضرب 2.5 بيطلع، 122 ضرب، شايف؟ طلع القطعة قديش كم مرة انباعت مضروبة باليونت برايس قديش جابتي ارباح. وبالتالي انا بشوف القطعة اللي انباعت مثلا 700 مرة مضروبة 132 حقها فجابت لي ارباح كبيرة. شايف كيف؟ نايس. هلا شوف لنا بالله بعد اذنك أسماء الأصناف والأرباح المجنية من كل منها. أسماء الأصناف والأرباح المجنية من كل منها. أيوة جيب لي الصنف والربح، صنف والربح، صنف والربح. شوف هاي الصنف هذه كاتيجوري، في عندي كاتيجوري نيم. اذا قلت له بس select نجمة from category name categories طلع لي شو عنده كاتيجوري. هاي بقول له بس انا بدي category name، طلع لي category name. في لحمة،
في مثلا شغلات يومية، تمام، في عدة شغلات. هلا كل واحد فيهم فيه كذا نوع بضاعة، شايف هاد، شايف هاد، بدك تعمل له جوين مع الكاتيجوري هاد، بدك تعمل له جوين مع الكاتيجوري، بعدين جروب باي على الكاتيجوري نيم، على الكاتيجوري نيم، وتعمل سم للتوتال، هون بتطلع معك النتيجة. ليكا نحن جبنا اسماء القطع والارباح المجنية منها، هلا بدمج القطع مع الكاتيجوري وبجيب الارباح المجنية من كل كاتيجوري، يعني بيعرف انا مين اكثر شغلة ربع عم تربحني. انا كان عندي التالي product product هاي products جنب كل product انا جبت قديش جاب لي ارباح، ماشي، ماشي يا شباب. هاي انا جبت كل البرودكت اللي جاب لي ارباح. هلا كل البرودكت ينتمي لصنف، هذول البرودكتين ينتموا للون الاخضر مثلا، هذول الاثنين ينتموا، هذول الثلاثه ينتموا للازرق، وهذول ينتموا للخمري. قلت لك انا جيب لي الاخضر اللي جاب لي ارباح، والازرق اللي جاب لي ارباح، والخمري اللي جاب لي ارباح. فانت شو بدك تعمل؟ بدك تروح تجمع هاد وهاد، تجمعهم، تعمل جروب باي على الكاتيجوري. ما عاد بدي طلع لي النيم، هدول الاثنين بدك تجمعهم وتحطهم بكاتيجوري، كاتيجوري اولى. هلا هدول الاثنين، هدول الثلاثة بدك تجمعهم وتحطهم بكاتيجوري تانية، وتحط سعرهم بالسعر الثالث، وهكذا. فلازم يقول لي الكاتيجوري الأول جاب لي هالقد من الأرباح، الكاتيجوري الثاني جاب لي هالقد، الكاتيجوري الثالث جاب لي هالقد. يعني بجوز أنا عندي 10 آيتم بس عندي 3 أنواع، فجيب لي كل نوع وقديه جاب لي، تمام؟ فتعالوا نشوف، تعالوا نشوف. حاجي لهو هلا هي اسم قطع الأرباح المجنية منها نفسها، هي حمسكها واطلع فيها لفوق. اسم قطع الأرباح المجنية منها جاب لي اياها، هلا هي اعتبرها تيبل، هي نفسها اعتبرها تيبل انت، تمام؟ هي اعتبرها تيبل وبدك تعمل لها جوين مع تيبل ثاني مثلا. بس هلا هي التيبل بدل ما اعملها هي التيبل على البرودكت نيم، هعملها على البرودكت اي دي. طبعا هو هلا حيقول لي انو برودكت، حقول له دوت برودكت. فهي نفسها سويت على البرودكت اي دي، ليش؟ تمام، لانه هلا انا شوف هي التيبل، هي التيبل وهي التيبل شو بيربطوا مع بعضهم؟ كاتيجوري اي دي، ماشي. طيب انا هلا بدي ادمج هي، بدي اجيب الكاتيجوري اي دي، بالتالي انا بدي اجيب الكاتيجوري اي دي وادمجه، وبالتالي شو حاعمل؟ حاعمل جوين بين هدول التيبلين، ما هي التيبل. فهمت شو الفكرة؟ ليك اول شيء حقول له هيك، حقول له select نجمة from category. هلا حقول له بدي category name فاصلة product ID،
من الكاتيجوري فاصل البرودكت شرط الجوين وير كاتيجوري اي دي كاتيجوري دوت كاتيجوري اي دي equal product dot category ID. ماشي؟ ما بدي جروباي هلا هلا بس جوين. أنا طلع لي الواحد ينتمي لهون، اثنين ينتمي لهون، 24 ينتمي لهون، 34 ينتمي لهون، وهكذا. ماشي؟ جاب لي كل قطعة لوين تنتمي. هلا بعمل جوين بين هاي التابل وهي التابل. بعمل جوين بين هالتابلين هون بصير بيطلع لي شو بروح بيطلع لي؟ بيطلع لي جنبها الكاتيجوري. هلا بعد ما عمل جوين بين هدول التابلين بعمل جروب باي على الكاتيجوري. شايفين كيف؟ فهلا تعال نعمل جوين بين هالتابلين. حقول له سيلكت نجمه فروم جوين هي التابلين. هي التابل الاول فاصلة اللي هو الجوين هي التابل الثاني. تمام؟ هلا هون بقول له as a هون بقول له as b. بعمل run شرط الجوين و a dot product id equal b dot product id. اي صح في عنا اوردر باي للقيمه اللي اوردر باي مو مسموح تكون بالفيو. ايوه فهي حقيمه الاوردر باي ما لها داعي. فجاب لي كاتيجوري لجاب لي برودكت ما عندي اياه ماشي وجاب لي سم ما بدي اياه جاب لي يونيتي برايس ما بدي اياه بس جاب لي توتال هذا بدي اياه. بدي اقول له جيب لي الكاتيجوري نيم فاصلة توتال مو نجمة. عمل هلا هدول هيك ران قال لي البضاعة اللي مدري شو كانت. هلا اذا بدك تبين معك اكثر حقول له برودكت اي دي امتى برودكت نيم. انا نحن هيك كنا مطلعين. ايوه سوري ايه هلا احنا كنا قيم هي مسهله هي كنا مطلعين هذول الاثنين صح. كنا هذول بيهمنا كل البضاعه قديش ربحتني. هي طلعناها بكويري كل البضاعه قديش ربحتني كل البضاعه قديش ربحتني. هلا انا عملت عمليه الجوين كلياتها من شان طلع كل البضاعة شو الكاتيجوري تبعها. أم هلا صار معي هذا الكاتيجوري ربحني هيك كمان نفسه ربحني هيك فشو لازم أعمل هلا؟ صم مع جروب باي. فهلا بطيم البرودكت اي دي ما بدي اياه لسه علي أعمل صم. فبقول له اعمل لي صم للتوتال جروب باي كاتيجوري نيم. شايف كيف؟ بعمل run قام جاب لي هي طبعا هي as سميها t مثلا. فهلا جاب لي انه هي ربحتني هالقد هي ربحتني هالقد هي ربحتني هالقد وهكذا. هلا الضربة القاضية بقول لك سؤال واحد جيب لي كاتيجوري يلي بربحني اكثر شيء. بدك تعمل مين هو الماكس؟ اذا قلت له هون انا اوردر باي اوردر باي تي ماشي فبنزل لتحت بيطلع الماكس هو هاد. فانت جيب لك جيب لي الصنف يلي ربحني اكثر شيء ليه كم كويري. بدك تمشي خطوات بدك تجيب كل البضاعه قديش عددها بعدها
البضاعة ضربتها بالبرايس، أنا جبت كل قطعة قديش ربحتها، بعدها جبت كل كاتيجوري قديش ربحك، بعدها جبت أكتر كاتيجوري ربح. فك تمشي خمس ليفلات لتصل لهم. طيب جيب لي أكثر قطعة ربحتني اللي هي هي، فعلى هي بيطبق الماكس صح؟ فهي بتاعها هعمل انها هي، هعمل هي بقول لك اسم الصنف، اسم الصنف الذي هذا السؤال القاتل يعني جلب اكبر ربح. مثلا فانت بتشوف هيك بدك تمشي لفلات لتصل لهون، لازم تعرف تحلل انه صغرت 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 صغرت. فهلا تعال ننفذ، هي اخر كوري حننفذها اليوم، حنجي لهون اعمل ران جاب لي ياهم كلهم، انا بدي الماكس ايوه، فانا بدي اقول له اعمل ماكس لتي. هلا بقدر اقول له هيك ماكس فورا ماكس لهي، قول له هيك ران ما بقدر اعمل ماكس للصن. وبالتالي انا جبت هاد الحكي، هاد اعتبره شو؟ اعتبره تيبل، قل له جيب لي الماكس select max t from هاي التابل، حطها من القوسين كلها ياتها. فبيروح بيجيب لي سي مثلا، تمام فضفت السي انا حتى مشي الحال. هلا جاب لي الرقم، هلا نفسه هاد نفسه هاي سوري انا عدلتها تحتانية، حنسخها حطها هون وانزل لتحت اخذ هاي كمان انسخها طيب هلا هي بقول له بس انا having هذا الرقم صح؟ هعمل له كوبي وانزل لهون قول له having لا هذا الرقم having sum total يساوي هذا الرقم. وبقيم هذا ستي، بس انا ما بدي هذا الرقم فبدي قيمته، فبدل هذا الرقم بال بال بالكويري اللي جابت لي اياه تمام، حطها هيك بين قوس وبين قوس وبعمل لها هون كات وبدل الرقم بكل هيك. فكتبنا هلا كويري طولها ران شبيه نايس nice.